خلونا نذهب للتعليم عن بعد. يمكن من الشهر اللي فات تم تمكين للطلاب في كل الصفوف الدراسية متابعة دروسهم أونلاين، تعليم عن بعد من خلال التردد الجديد 12380 أفقي، وهنا بيختص بتوفير برامج ومحاضرات للطلاب من الصف الأول الابتدائي لغاية الشهادة الإعدادية. ده طبعا بعد قرار توقف الدراسة وتأجيل الدراسة بسبب كورونا المستجد وتفعيل التعلم عن بعد. ويمكن دي كانت تجربة جديدة بالنسبة لأولياء الأمور وبالنسبة للطلاب وبالنسبة للمدرسين، مسألة التعلم عن بعد، مسألة المناهج اللي بتدرس بالنسبة للطالب اللي قاعد في البيت بيحاول يفهم إيه اللي بيحصل. خلوني أقول لحضراتكم أن القناة كمان بتوفر الدروس الإلكترونية ووفرت دروس أونلاين. قناة مصر التعليمية كمان حددت مواعيد بث المحاضرات والدروس أونلاين من 9 الصبح لغاية 5 العصر. بالنسبة للمرحلة الثانوية العامة والفني بيتم توفير برامج ودروس أونلاين على التردد 11747 رأسي. طيب خلونا نستقبل عبر الهاتف المزيد من التفاصيل أستاذ محمود طه حسين، مسؤول ملف التعليم في اليوم السابع. أستاذ محمود أهلا بحضرتك، وإزاي ممكن الطلبة يستفيدوا بشكل الأمثل من هذه القنوات؟ زي ما يمكن أنا قلت في جملة أنه دي تجربة جديدة بالنسبة لينا كلنا أولياء أمور وطلبة ومدرسين، وإحنا بالفعل شفنا شوية مدرسين في مبادرات بتحصل أونلاين، يعني في دروس وفي بث مباشر أو اللايف اللي بيحصل، ولكن إزاي نستفيد الاستفادة الأمثل من هذه التجربة؟ حقيقة من القنوات التعليمية بتقدم محتوى تعليمي راقي، لأنها طبعا بيشرف عليها وبيشتغل فيها بيقدم البرامج دي مجموعة من المعلمين اللي بيتم اختيارهم بعناية من وزارة التربية والتعليم. خلينا أقول لحضرتك أنه القنوات التعليمية هتساهم بشكل كبير في الوصول للطلبة اللي هم في القرى والنجوع اللي مش عندهم انترنت، يقدر يخشوا على منصة التعليم الإلكترونية أو بنك المعرفة أو موقع وزارة التربية والتعليم. بالتالي القنوات التعليمية متاحة ليهم وتبقى سهلة جدا ان هم يدخلوا ويشوفوا المحتوى الرقمي والبرامج والدروس اونلاين على القناة التعليمية. القناة التعليمية طبعا زي ما حضرتك قلتي في المقدمة انه بيتم البث من 9 صباحا لحد دي كل المواد يا استاذ محمود؟ في الصفوف من اولى ابتدائي لحتى الثالث الاعدادي بيتم البث في المواد اللغة العربية، اللغة الانجليزية، العلوم، المدارس الحكومية واللغات، بالاضافة للرياضيات. بالنسبة للثانوية العامة أو الثانوي العام بشكل عام سواء تعليم فني أو تعليم عام بيتم طبعا إعداد برامج مختلفة للطلاب سواء أولى ثانوي أو الشهادة العامة أو الفنية. بيتم إعادة الدروس دي بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي. مرحلة التعليم الأساسي أقصد بها من أولى ابتدائي حتى ثالثة إعدادي بيتم إعادة البرامج دي من 6 مساء حتى الثانية. بس مش كل المواد زي ما فهمت من حضرتك أستاذ محمود. كل المواد يا فندم، المواد الأساسية في المواد مرحلة التعليم الأساسي بالإضافة للمواد الأساسية أيضا في مرحلة التعليم الأساسي. طيب. بجانب تفعيل بنك المعرفة بالنسبة للطلاب في الصف الأول والثاني الثانوي. ده أونلاين، بنك المعرفة ده أونلاين مش قنوات تلفزيونية. البنك المعرفة لا، في برامج يا فندم بيتم بثها على القنوات التعليمية باسم برنامج بنك المعرفة، ده للصف الأول الثانوي. في برنامج تاني اسمه مدرسة على الهوى، برضو ده للمرحلة الثانوية بيتم بثه على القناة التعليمية. اليوم السابع كمان أطلق مبادرة أو تبنى مبادرة مع الهيئة الوطنية للإعلام أنه يتم بث المحاضرات دي وتوفيرها على الموقع اليوم السابع وقناة اليوم السابع المصورة وجميع المواقع الفيسبوك وتويتر اليوم السابع للمساهمة بشكل كبير في نشر هذه أو هذا المحتوى الرقمي حتى يستفيد أكبر عدد من الطلاب من المادة التعليمية الموجودة على القنوات التعليمية. طيب خليني أسألك أستاذ محمود، يمكن النقطة اللي كانت مهمة في التعليم أونلاين أو التعليم عبر الإلكتروني يعني انه في شكل من اشكال التفاعل، احنا شفنا امثله كثيره بتتنقل على السوشيال ميديا انه في شكل من اشكال التفاعل بين المدرس والطلبه، في اسئله لايف. هنا شكل التفاعل بقى هيكون ايه؟ هل في فكره لده ولا يعني لم تتبلور بعد؟
بالنسبه للتفاعل، يعني اولا الوزاره اطلقت المنصه الالكترونيه. المنصه الالكترونيه دي هتستوعب ما يقرب من 20 مليون طالب، بالاضافه الى مليون معلم هيقدروا يتواصلوا من خلال كود موجود الوزاره وفرته، يقدر الطالب او المعلم يتواصل مع ده الكتروني مع مش عبر التلفزيون، ما انا كان قصدي على الكتروني. بالاضافه انه كمان الابحاث هتتقدم عن طريق المنصه الالكترونيه اللي وفرتها وزاره التربيه والتعليم. كمان ممكن القنوات التعليميه بتستقبل اسئله الطلبه يتم الاجابه عليها في الحلقه اللي بعدها، ده بالنسبه للقناه التعليميه. طيب، اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود طه حسين، مسؤول ملف التعليم في اليوم السابع.